أنا ذوق بنا ترحب بكم، أهلا وسهلا بالجميع. شان لو بونغو سوايي لي بيانفوني غو تيست شانل ويلكم. السلام عليكم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في ذوق بنا. نتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية، تنوروني وتشرفوني دائما. اليوم على بركة الله في الكوزينة رايحين نحضروا لا جينواز. لهذه الوصفة لازمنا 4 حبات نتاع البيض. 4 حبات نتاع البيض لازمنا 125 غرام نتاع السكر، 125 غرام تاع الفارينة، 1 ساشي دواني، وعندنا أيضا نصف كيس نتاع الخميرة الكيميائية. عندي لاموس كاراميل، عندي أيضا شوكولاتة بيضاء وشوكولاتة سوداء. هنا باش نديرو لا غارنيتور نتاع لو غاتو نتاعنا ولا لا جينواز نتاعنا. لهنا البنات أول حاجة نديروها لازم نفصلو بياض البيض على صفار البيض. هذو هما البنات، فصلنا البيض على الصفر وراح نضرب كل واحد وحده بالباتور. تفضلوا معايا. مية وخمسة وعشرين غرام نتاع السكر راح نضربوها مع صفار البيض. نصبغوا لافاني البنات ونكملوا. راح يرجع الخليط كريمي البنات كيما راكم تشوفوا لهنا. فوالا البنات خدمنا لي جون، دوك راحين نخدموا لي بلون. فوالا هاي لهنا رشة الملح البنات، نحطوا رشة ملح. فوالا ونبداو نخفقوا. نعطيكم أستيوس نتاع الخفقة نتاع البيض. كي تكونوا تخفقوا في البيض في اتجاه هذا تبقوا في نفس الاتجاه حتى تكملوه، ما تعاودوش. بنات هذا هو لو بلون تاعنا، دروك رايحين نعاودو نجيبو لو جون اللي كنا ضربناه. دروك رايحين نفرغوا لا فارين على هذا لو جون غير بالعقل. هكذا البنات نجيبو فارينة ونفرغوا غير بالعقل ونخلطو. راح نستعمل لاسباتول ونخلط غير بالعقل. فوالا نخلطو بهذا الاتجاه وغير بالعقل. شوفو كيفاش راه اكخيمي هذاك البيض، نخلطو غير بالعقل. ندير شويه تاع الفارينة ونزيد هذاك لوساشي نص كيس تاع الخميرة الكيميائية. فوالا نخلطو في هذا الاتجاه، منغيروش لوسونس هذا اللي رانا نخلطو فيه. هذا هو سر النجاح نتاع لاجينواز البنات. نفرغو نصف الكيس نتاع الخمارة ونكمل نخلط غير بالعقل هكا في هذا لوسونس حتى نكمل كامل الفرينة. زيو تخلطوا غابيدمون البنات باش ما تفسد لكمش لا جينواز. خلطوا غابيدمون بسرعه، نخلطوا بسرعه. فوالا انا كان راني نصور شويه جاتني صعيبه، مي نتوما غابيدمون انا راح نحبس التصوير وراح نكمل غابيدمون. دوك راح نحط لو بلون البنات، نهبطوا غير بالعقل ونخلطو. فوالا دون لو ميم سونس، دايما في نفس الاتجاه. نزيد نفرغ البيض، بياض البيض، ودايما في نفس الاتجاه. بياض البيض بهذه الطريقة البنات راح يعطي لاجينواز نتاعنا اون ليجيرتي، راح يجي خفيفة ما شاء الله. هذا هو القوام نتاع الخليط نتاعنا البنات، شوفوا كيفاش يجي البنات. انا راه عندي لهنا امول غون، امول ديمونتابل دائري، راح نفرغ فيه الخليط. هذا هو الخليط البنات، راني فرغته في هذاك المول. نضربوا المول شويه هكذا، نكونوا شاعلين الفوغ 180 درجه، ندخلوه للفوغ على نار هاديه. شوفوا كيفاش طلعت لاجينواز ما شاء الله البنات. دي مولو جينواز نتاعنا البنات، شوفوا لي بيسور نتاعها طلعت روعه، طلعت ما شاء الله. تبغوا تستعملوا مول كبير دوبلو المقادير. هذه هي راح نقسموها اون ديسك ونخدموا لو غاتو نتاعنا. شوفوا كيفاش طابت من تحتها البنات، طابت عنامه، طابت روعه. انا حطيت الشيكولا ذوب البنات في حمام مائي. شوفوا كيفاش جات البنات، جات ما شاء الله، جات خفيفه. ورايحين على بركه الله نديروا لا غارنيتور نتاع لا جينواز.
خرجت ما شاء الله البنات. ولهنا البنات نفرغ شي كولا في القوالب باش يدو هذيك لا فورم تاع لو مولون سيليكون. فرغنا شوكولا نوار في القوالب، راح نفرغوا داك شوكولا بلو معذره، نحطوهم في الفريجيدار البنات ونكملوا لا بريباراسيون تاعنا. ولهنا البنات فرغت لا كريم كراميل، راح نضيف لها 100 مليليتر، راح نستعمل 100 مليليتر تاع الماء. بسم الله، راح نستعمل الباتور ونضربها مليح. لهنا استعملت الحليب، حليب عادي، حليب بارد يكون في الثلاجة. راح نضيف له ملعقة نتاع كونفيتور اللي يكون متواجد عندكم. انا كان عندي مربى الفراولة اللي كنت حضرته المرة اللي فاتت، راح نخلطه في الحليب، راح يعطينا مذاق روعة. كفكرة نعطيكم فكرة باش تشربوا لا جينواز نتاعكم بطريقة أخرى. نشربوا مليح لا جينواز، نكمل نشربها كامل البنات. بعد ما شربت مليح لي دو ديسك البنات بهذاك لو سيغو، خليط لا كونفيتور مع الحليب. دوك رايحين نديرو لاموس كراميل لهنا، تفضلوا معايا. راح نفرغ القليل من لاموس لداخل كما كنتم تشوفوا لهنا البنات بلا سباتول، ونمشي هذيك لا كريم كراميل كامل على الوجه نتاع لا جينواز. هذه لا كوش الاولى البنات، راني درت دو ديسك كما قلت لكم. نديروا لا كريم تاعنا هكذا، نمشوها كامل. تقدروا ديروا لا شونتيي هكذا البنات. دوك راح نغلق بلو ديسك الزاوج، فوالا نحطو ثان ناموس كراميل لهنا، نمشوها كامل. نستعين بلا سباتول. بعد ما ايطاليت لاموس على لا جينواز راح ندير لها لا نوا دو كوكو. رايحين نديروا لا نوا دو كوكو البنات كما راكم تشوفوا هكذا، فوالا راني درت لها لا نوا دو كوكو كما راكم تشوفوا البنات. ولهنا اخواتي صنعت ان بابيون، ودوك البنات رايحين نديموا له شوكولاتة. البنات القوالب تاع شوكولا شحال خرجوا شابين، اكيد رايحين يعطوا لا جينواز نتاعنا رونق. نحطوهم البنات كما هكذا. ولهنا البنات حطيت القوالب نتاع شوكولاته كما راكم تشوفوا. هذا كان الشكل النهائي نتاع لا جينواز نتاعنا البنات. وكلمسة أخيرة حطيت لو نو بابيون. نقسم لكم اون بار البنات باش تشوفوا كيفاش جات لا جينواز لداخل. هذه لا جينواز نتاعنا البنات، شوفوا كيفاش جات، جات هايله. هذه كانت وصفتنا نهار اليوم البنات، جينواز بمقادير مضبوطه. نتمنى تكون عجبتكم، نتلاقاو في الخير وعلى خير في ذوقوا بنا مع وصفات اخرى دائما مع الجديد. نبقى لي غير نقولكم بقاو على خير، تهلاو في روحكم بزاف، في امان الله وحفظه. شكرا على مشاهده الفيديو، ميرسي دافوار ريغاردي لا فيديو. Thanks for watching the video.